تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأولي لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية، صرح وكيل وزارة الإسكان الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة بأن الوزارة تواصل حاليا إجراءات توزيع وحدات مشروع اللوزي الإسكاني الذي تنفذه الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص على المواطنين المستحقين ضمن برنامجها لتوزيع الوحدات السكنية. وقال وكيل وزارة الإسكان إن مشروع اللوزي الإسكاني يعد أحد المشاريع الرئيسية التي تمثل خطوة متقدمة في تعزيز وتفعيل آليات الشراكة مع القطاع الخاص المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة التي التزمت به وزارة الإسكان ببناء 25,000 وحدة سكنية وفقا للالتزام الخاص بقطاع السكن الاجتماعي الوارد في برنامج عمل الحكومة، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية. وأضاف الشيخ عبد الله بن أحمد أن هذا المشروع يعد تأكيدا على نجاح مساعي الحكومة في تنفيذ محور الشراكة مع القطاع الخاص المدرج في برنامج عمل الحكومة، ويعد ترجمة واقعية لجهود الحكومة خلال السنوات الماضية بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كمبادرات غير تقليدية تسهم في حلحلة الملف الإسكاني في المملكة. وأردف الوكيل أن إجراءات توزيع وحدات مشروع اللوزي للمواطنين المنتفعين تتم بصورة سلسة وسط استحسان المواطنين ومن دون أدنى معوقات أو تأخير للمواطنين، مفيدا بأن الوزارة ستنتهي من إجراءات توزيع المشروع مع نهاية الأسبوع المقبل. مشروع اللوزي هو مشروع متميز، في هناك طبعا مشروع أحد المشاريع الكبيرة هو اللي موجودة اللي أنشأتها وزارة الإسكان. طبعا معظم الخدمات جاهزة مع المشروع، لو نلاحظ لو اللي زاروا المشروع يلاحظون أن حتى زراعة المشروع تمت حتى قبل يعني تسليم المشروع، بالإضافة إلى أحد الأشياء الجديدة اللي طورناها في المشروع أن أنشأنا 20 وحدة لذوي الاحتياجات الخاصة، طابق واحد فيها كافة التجهيزات اللازمة لهم، بالإضافة إلى أن هذا المشروع هو أحد المشاريع اللي كانت بداية الشراكة مع القطاع الخاص. طبعا هو مشروع ناجح بكل المقاييس، وهذه شجع وزارة الإسكان في المستقبل على تطوير علاقتها مع القطاع الخاص بسبب نجاح هذا المشروع ومشروع العيون ومشروع اللي الشراكة اللي كان في المدينة الشمالية. أصبحنا نتشجع من أجل تطوير العلاقة مع القطاع الخاص، وسنجد في برامج وزارة الإسكان في المستقبل أن كثير من الوحدات الإسكانية اللي ستنشأ بالشراكة مع القطاع الخاص، سيكون في المستقبل دور كبير للقطاع الخاص للإسهام في حل المشكلة الإسكانية والتعامل مع الملف الإسكاني.